من 4 سنوات كانت المقولة الشهيرة هي أنه أفضل شيء حصل لتويتر هو دونالد ترامب، وأفضل شيء حصل لدونالد ترامب هو تويتر. من سخرية الأقدار أن ينتهي الموضوع بهذا الشكل، ولكن أنا غير متفاجئ. أتمنى من الناس اللي كانت تطبل وتعتقد أنه السوشيال ميديا يعني أفضل ابتكار ابتكرته البشرية أن تدرك مع مشهد الناس اللي دخلوا اقتحموا مبنى الكونغرس، مع الكثير من القصص التي نسمعها عن الكوارث التي تحدث بسبب السوشيال ميديا، خطورة هذا الشيء. هل هو يعني في الحين يعني الناس تنسى أستاذة أسمهان مسألة جوهرية؟ تويتر، فيسبوك، هذه المنصات لم يؤسسها صحفيين، أسسها مبرمجين وكانوا شباب وعبارة عن مشاريع جامعية فقط. فهم ما عندهم البعد الثقافي ولا البعد الإعلامي. الفرق بين المؤسسات التقليدية ما عدا الوصول والقدرة على التكنولوجي، المؤسسات الإعلامية، جريدة مثل جريدة الجاردين مثلا عندها مجلس أمناء، مجلة الإيكونومست عندها مجلس أمناء، عندها قيم تحكمها. ذكرت لك في بداية الحلقة استطعت مرة أن أصحح خطأ على البي بي سي بالتواصل معهم، مجبرين. ترى المسألة ما هي يعني بس طيبة وحسن أخلاق، مجبرين بحسب الأنظمة التي المشكلة اليوم زي ما احنا شايفين المسألة مزاجية. يعني لو أنا أبغى أكون خبيث بعض الشيء في التحليل، أنا أقول لا، يعني تويتر استنت 4 سنوات استفادت من كمية المتابعين لدونالد ترامب، وهو جاي طالع قفلت حسابه.